قيس غانم من أوتاوا كندا. كما يعرف البعض ألفت كتاب بالإنجليزي اسمه Final Fright from Sanaa قبل حوالي سنتين ونصف، وبعد ذلك اقترح علي عدد كبير من العرب خاصة اليمنيين أن أترجم الكتاب. الحقيقة كان يعني مجهود ضخم، ولكني في النهاية ترجمت الكتاب، وترجمة العنوان أيضا هي آخر طائرة من صنعاء. والآن صار الكتاب موجود في الإنترنت وبصورة إي بوك، كتاب إلكتروني بأقل من $3 $2.5، في شركة نادرة لأنها الوحيدة التي تنشر الكتب باللغة العربية على الأقل في الغرب، شركة أمريكية واسمها سماش ووردز. اسم الكتاب بالإنجليزي آخر طائرة من صنعاء، يعني مكتوب بهالشكل، راح أوريكم الآن. فالويب سايت حيث يوجد الكتاب ويشترى الكتاب هو smashwords.com. فعندما تدخل على الويب سايت بعدين تعمل سيرش على آخر تايره من صنعاء، كذا بالمكتوب بالإنجليزي AKHER ألخ، أو يمكن أن تضع اسم المؤلف اللي هو قيس غانم QAISGHANEM، يعني برضو بيطلع بهالشكل والاسم يكتب بهذا الشكل بدون الدكتور طبعا. قيس غانم. على أي حال، نعود للكتاب. الكتاب قصته هو عن طبيب كندي من أصل يمني اسمه الدكتور حكيم. والدكتور حكيم طلب منه أن يذهب إلى اليمن ليعمل تفتيش على أجهزة إكس راي وأجهزة طبية تسلم إلى المستشفى الرئيسي في صنعاء. فذهب إلى بولندا في الأول حتى يعني يرى الأجهزة ويختارها، وبعدين تبعها إلى صنعاء وأشرف على تأسيس القسم والأجهزة كلها كانت مناسبة، وكان راجع إلى بلاده إلى كندا من اليمن، ولو أنه هو من أصل يمني. وقبل ما يستطيع أن يعود طلب منه أحد زملائه من المدرسة أن يكشف على ابنته التي كانت مصابة بنوبات صرعية، ولم يستطع الأطباء الموجودون هناك أن يقوموا بأي تشخيص ناهيك عن العلاج. والطبيب لأنه كان ملم ببعض يعني طرق التشخيص خاصة، استطاع أن يثبت أن هذه النوبات الصرعية كانت غير حقيقية، وإنما كانت تعبيرا عن أن البنت اغتصبت من قبل أحد ضباط الأمن الوطني، ولم تستطع أن تعمل أي شيء بالنسبة لهذا الضابط. على أي حال، الطبيب شخص هذا التشخيص وذهب والد البنت وزوجها إلى رئيس الأمن الوطني اللي هو يعتبر عم الضابط اللي اغتصبها، يشكو من ما عمل الضابط. فما كان من رئيس الأمن الوطني اللي هو برتبة جنرال إلا أن زج بالطبيب في سجن في غيهب السجون، وحيث عذب ولم يستطع الطبيب أن يطلع من السجن إلا عندما حاولت التدخل
امرأة من الدنمارك كانت تعمل مع منظمة العفو الدولية. فهذه قصة هذه الرواية، وفيها طبعا مفاجآت كثيرة. وبالنسبة للقصة باللغة الإنجليزية، كانت هناك حقيقة يعني مقالات كتبت عنها من قبل الناس الذين قرأوا الكتاب باللغة الإنجليزية، وكانت مشرفة. إذن هذه القصة التي بدأت بشكلها الإنجليزي الأنصات باللغة العربية أيضا، تحت عنوان آخر طائرة من صنعاء، وهذا هو محل الويب سايت الذي يمكن أن يشترى منه هذا الكتاب باللغة العربية. أنا الحقيقة أيضا ليست فقط قصة للإثارة، وإنما تناقش موضوع حقوق الإنسان، وأيضا موقف أو محل المرأة في المجتمع العربي الإسلامي في هذه الحالة اليمني، وأمور مهمة جدا بالنسبة للنساء. وشكرا لإصغائكم.